خلاص طيب مثل ما بدك. صح أيوش، لازم أعترف لك أنت شخص كتير ذكي لأنك لقيت ثلاث خطط، ذكي كتير. بس لحظة، بتمنى تكون حسبت حساب كل شيء تمام؟ هي معقول ما أحسب يعني؟ أنتوا لا تفكروا بشي، يلا اختاروا بسرعة. متأكد إنه هاي الخطة مستحيل إنه تفشل؟ إيه؟ متأكد طبعاً، العالم كله رح يخرب بسبب هاي الخطة وكل شيء رح يتدمر. خلي عني، أنت كتير بتحكي ها؟ باني، أنت اختاري، هاي بتسأل كتير أسئلة. أي. يلا خلينا نشوف هاي، يلا هاتا. ممتاز. نخطف فيكران، شو هاد أيوش؟ ايه هاي هي. اوه ايه، بعتقد انه هاي افضل احسن شيء انه نحن نخطف فيكران. بهاي الخطه بيمشي الحال. اسكت اسكت ولا كلمه. شش، انت اكثر شخص سخيف بشوفه بكل حياتي. أيوش انت واحد تافه وكثير كمان. ليش هيك عم تحكي معي؟ انا شو عملت لحتى تقليلي هذا الحكي؟ فهميني بشو غلطت معك؟ لك واحد تافه. أيوش من كل عقلك حاطط هيك خطه وبدك تخطفه؟ باني اختاري لي الثانيه وقولي لي شو مكتوب. يلا ايه اكيد الثانيه. طيب ماشي اختاري. هي بتمنى تكون منيحه. خلينا نخطف اختي لاكشمي. ايه هي شو؟ ايه هي، اذا ما مشي حالها لهي الخطه انا بكون ما بفهم بنوب. هي تاني افضل خطه عندي وعندي شعور انها رح تنجح اكيد. وهلا انت شو بدك تقولي؟ مين هو السخيف والتافه هلا؟ شو رايك بالخطه؟ اعطيني الورقه. متأكدة إنه هي رح يكون فيها نخطف باني أو شالو. عن جد هيك كتبت؟ خلونا نخطف شالو. لك أنا اللي بدي أخطفك يا أيوش. باني جيبي لي كيس وحبل. لشو الحبل؟ مشان نربطك. وليش الكيس؟ مشان نحطك فيه. شو لهلأ ما فهمت؟ لا لا أصحك شالو، لا تجربي فيني، بترجاكي خليني روح. بترجاكي شالو. عن جد بدك خليك تروح؟ خلص أسف. بتعرف أنت أكتر شخص تافه بتشوفه بكل حياتي، واحد سخيف. خلي بالك، استني دقيقة أرجعي شوي وقفي هون. شو هالمزحات؟ أنا أبدا ما بحب هيك مزح تقيل، بس يوجعني. وأنتي يا ريت لو تعطينا شي جدي. بدك شي جدي؟ بده يحكي بجدية. طيب قلي كيف كنت بدك تخطفني؟ يلا أحكي لشوف كيف شالو؟ كنت رح تخطفني؟ يلا أحكي شبك. يلا قول كيف كانت الخطة، بدي أعرف التفصيل الممل. يلا لشوف. ما في داعي نخطفك شالو، أنا باحترام بطلب منك إنك تجي وإنتي ما رح تقولي لا. مزبوط حكي. أيوش ولا خطة من يلي حطيتهم منيحة ما في ولا واحدة فيهم منطقية. قضيت كل الليل عم فكر. كان لازم كل الليل تنام، كنت ارتحت وريحتنا من أفكارك يلي بلا طعمة، فهمان؟ خلينا نخطف فيكرانت، خلينا نخطف لاكشمي. كيف عم تفكر إنك تخطف أختي؟ آه أيوش تمام، لنقول خطفتها وبعدين شو؟ شو رح يصير بعدين؟ رح نضطر نرجعهم على البيت بعد فترة، شو رح يصير يا سيد أيوش؟ لما يرجعوا من الخطف أيوش، أكيد وقتها رح يرجعوا يخطبوا من أول وجديد. طيب وبلكي تزوجوا بلا خطبة. ايه كمان نحن لازم نمنع الخطبة تصير منأجلة. عم تفهم يا ذكي؟ انت سخيف، ما قدرت تلاقي ولا خطه واحده منيحه؟ مو معقول. قولوا بالكم علي، انا سهرت كل الليل بس هادي اللي طلع معي. اصلا كان في ضوء زعجني لهيك وقفت تفكير. خلص بكفي سكوت. طيب سكوت. ماشي سكوت. طيب اهدوا. اسف اسف، ما طلع معي غير هيك. انا اسف. ليش عم تطلعي فيني هيك كانك انت كتير ذكيه؟ اسف قصدي ليش ما بتقلينا انت بشو عم تفكري شالو؟ الفكره اللي براسي ما رح تخطر براسك كل العمر.